دامي أساني فإنك تخير بالتسليم لما ذكرت لك في التحقيق لكنني أرجو من المؤمنين تسير شاغل للنجام أساني فإنك تخير بالتسليم لما ذكرت لك في التحقيق هذا مع العلم بأني لست على الغذاء وأنني صدرت لكنني أرجو من اللطيف تدري من القطع والتصحيح هذا مع العلم بأني لست على الغذاء وأنني صدرت لكنني أرجو من اللطيف تدري من القطع والتصحيح نزل إذا مسببا إلى ارتفاع درجات النجبا وأن يبنيتني على دين النبي وهو بشيخنا إمام التهيدي نزل إذا